هي بالفعل انه في تجاوزات الاخ رئيس من قبل وزارات، ففي تعدي على المال العام. انت على اساس خطه التنميه هل الميزانيه تكفي؟ يعني حاولوا تقلصون من التجاوزات على المال العام عشان تكفينا الميزانيه خطه التنميه. الاخ الرئيس بعض التجاوزات الاخ الرئيس في خطه التنميه الان مشروع المطار يكون معي وزير الاشغال، عقد استشاري الاشراف على مشروع المطار سووا مناقصه اقل اسعار ب 37 مليون دينار شركه المانيه، والثاني 79 مليون دينار شركه بريطانيه، الفرق 42 مليون دينار. المفروض اللي ياخذ السعر او اللي باشر في العقد اقل اسعار 37 مليون. طبعا الوزراء اللي قبله الجسار والعمير رفضوا هذا العقد لانه فرق كبير جدا 42 مليون دينار، وحتى ديوان المحاسبه رفض تفعيل بند الاشراف، انما الوزير الحالي وزير الاشغال ما له شغل في ديوان المحاسبه، ولم يراعي زملائه الوزراء السابقين الجسار والعمير في موضوع انه هذا البند يجب انه ما يفعل، لان في فارق في تعدي على المال العام 42 مليون دينار، وراح الاخ وزير الاشغال يمشي هذا المشروع بفرق 42 مليون دينار. شلون يا وزير الاشغال؟ ما ادري يا انك غشيم يا اللي حواليك مو عارفين، ها؟ فالوزراء اللي قبلك اثنين رافضين ودوال المحاسبه رافض، شلون انت تمشي فرق 42 مليون دينار؟ رغم الشركه اللي اقل اسعار شركه عالميه وشركه مصنفه، ها؟ تروح للشركه الثانيه بفارق 42 مليون دينار. ف طبعا شركه بريطانيه اعطاها شركه بريطانيه، ورغم ان ديوان المحاسبه رافض، الوزراء اللي قبل اثنين رافضين لان قالوا في حطوا مسببين حطوا اسباب انه في فرق 42 مليون دينار. شلون توافق؟ ما نعرف شلون وافق وزير الاشغال، ترى ما راح نخليك، ها؟